طيب اهلا بيكم. طبعا ده احنا استكملنا لاخر وقت المؤتمر الصحفي بتاع المهندس خالد عبد العزيز طبعا اللي كان بيتحدث فيه عن المشاركه المصريه في البارا اولمبيه بتاع ريو دي جانيرو، والملخص مصر 3 ميداليات من المشاركات اللي تمت هناك. وطبعا ما حدش بيقول انه او بيقارن او بيتم تقييم الا باسس علميه، لان احنا متحضرين وبندور على الشيء العلمي، وفي نفس الوقت ما بنجلدش ولا بنطفي شمعة أمل أو ضوء وسط العتمة. طيب دلوقتي فقرة الضيف، وهنتكلم طبعا عن حوار الرئيس بالأمس، وعايز أقول حاجة. الحوار اللي صدر جزء منه النهاردة، هناك جزء ثاني سيكون في الغد. الجزء اللي صدر اليوم في الصحف القومية الرئيسية لأخبار الأهرام الجمهورية كان بيتحدث عن الشأن الدولي والإقليمي، اتكلم على الإمارات، السعودية، دول الخليج، اتكلم على إثيوبيا، سد النهضة، اتكلم على أمريكا، اتكلم على روسيا، يعني الشأن الإقليمي والدولي بشكل عام. أما الشأن الداخلي ففي حلقة أخرى ستنشر بإذن الله تعالى في الغد. أنا بيشرفني الحديث عن ما نشر اليوم في جزء إقليمي ودولي. طبعا بيشرفني الأستاذ عبد العظيم الباس، المدير تحرير أهرام، طبعا أستاذنا كلنا في الصحافة. أهلا بحضرتك يا فندم، وشكرا جزيلا على حضور معاليك ونورتنا. أهلا بيك أستاذ أيمن والسادة المشاهدين، متشكر لك. الله يخليك يا فندم. السؤال اللي بيطرحه كل مصري مع كل كلمة للرئيس، لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ ده مهم جدا، لأنه حضرتك حقيقة يعني هذا الحوار كان لازم يتم في التوقيت ده. طيب لماذا الآن؟ لأنه أولا هو الحوار الثاني اللي تم مع رؤساء تحرير الصحف القومية. سبق في بعد تولية الرئيس لسدة الحكم أن التقى أيضا برؤساء التحرير في حوار سابق، وهذا هو الحوار الثاني والحوار الأطول في تاريخه لحوار صحفي، 7 ساعات متواصلة. يعني سبع ساعات متواصلة السيد الرئيس أفرغ رغم انشغاله ورغم مهامه الجسام أن يعطي هذه المساحة لرؤساء تحرير الصحف القومية، وده بيقول لنا أن الحوار يحمل أكثر من رسالة هامة، أو كان ينبغي أن يتم هذا التوقيت، خاصة والسيد الرئيس يدخل في عامه الثالث الرئاسي، وبعد 2 سنين من فترة الرئاسة هناك إنجازات تمت، وهناك أعمال تمت، وهناك مشروعات تم افتتاحها، ده على المستوى الداخلي، وهناك علاقات اتغيرت من النقيض إلى النقيض على المستوى الدولي، وهناك علاقات توطدت وظهرت صورة مصر بشكل أوضح في المحافل الدولية. كان يجب أن يتحدث الرئيس عما تم من إنجازات في ظل إيه بقى؟ في رغم ده كله بيتم أمامنا تشكيك، أمامنا تشويه، أمامنا محاولة لعملية إثناء مصر عن دورها التنموي ودورها الريادي. عندنا ناس شغالة ولوبي ضغوط في الداخل وفي الخارج على أن الإنجازات دي للتشكيك فيها، على أن مصر النهاردة مجرد تصريحات. البعض بيشكك في مسيرة مصر التنموية ومسيرة مصر الوطنية، ولكن هذا لن يحدث، إن ده كلام الواقع يكذبه والحقيقة تؤكد عكسه تماما. فمن هنا طيب سؤال برضو كمان الآخر، تفضل. لماذا الصحف القومية الرئيسية؟ أنا أعتقد الأخبار الجمهورية، أنا أعتقد أن الصحف القومية يعني لأن طبعا هي يعني بتمثل إعلام دولة وليست إعلام يعني خاص مسؤول أو معلم خاص. وهي وظيفتها نقول كده، نقول إعلام بعيد عن التوجه. أيوة يعني بقول لحضرتك في إعلام دولة، مصلحة الدولة، إعلام دولة، إعلام دولة يعني هي أن تتحدث بلسان الدولة أيا كان النظام. لكن هنا الإعلام الخاص برضو عشان نكون صراحة بصراحة مطلقة، الصحافة الخاصة بقى. الصحافة الخاصة لها مها توجهاتها ولها أغراضها، وده لا يقل من شأنها أو نشكك فيها، ولكن طبعا عند صاحب القرار هو أن يختار الصحف القومية، هو أن يؤدي رسالة للشعب باعتباره أيضا أن هذه الصحف مملوكة للشعب. يعني الصحف القومية ليه ما نقولش أنه هو أراد أن يتحدث في الوسائل التي يملكها الشعب عشان هو حديثه متوجه ليه. طيب يعني هقفز بس على كل اللي دار في الحوار، وهاجي لاخره على اساس اقول ان الجزء الثاني بكره. ليه البدايه كانت يعني الحوار 7 ساعات كان على جزئين، جزء اقليمي ودولي
وجزء في الشان الداخلي المصري. ليه كانت يعني البدايه ما تكونش العكس، البدايه الحلقتين يعني حلقه تكون الداخلي الاول وبعدين الاقليمي الدولي؟ انا اعتقد طبعا ده ترتيب هو الاعلام الرئاسي او ترتيب رؤساء تحرير الصحف القوميه او رغبه جماعيه اتفقوا عليها في انه الجزء الشان الخارجي نعطي له المساحه الاولى او يبقى تمهيد او افتتاحيه للشان الداخلي الاكثر قربا او الاكثر اهميه او الاكثر تشوقا للمواطن اللي بيمس حياته بشكل عام. يعني عايز نقول يعني نبدا تمهيدي بالعلاقات الخارجيه وما تم من انجازات ملموسه في العلاقات الخارجيه، وده مش اقل شانا من الشان الداخلي، لان علاقات مصر الخارجيه تنعكس ايضا على الداخل. لان انا النهارده لما اكون على علاقه توافق وعلاقه تواصل مع دول، يبقى هجذب مستثمرين، هجذب احترام في المحافل الدوليه، هيعضد القرار المصري، كل ده هيكون له انعكاساته على الشان الداخلي. طيب برضو سؤال في شان خارجي، انت عارف الحاجات دي بتحب المصريين يعني. طبعا الحوار الصحفي مع رئيس الجمهوريه هل بيلتزم كتابه كل شيء حتى لو سكته فاصله يعني؟ لا، والحوار طبعا مع حساسية رئيس جمهورية أو رئيس وزراء يعني لازم أن يكون تلتزم بالوردنج أو بنص كلمات الرئيس. يعني الوردنج نفسه ما يتحرفش، إنما قد يكون يعني عند الضرورة التصرف في المعنى، يعني المعنى للكلمة اللي معمولة، إنما ما يتحطش لفظ مكان لفظ. يعني هو الالتزام بنص كلمات الرئيس، لأن هذه الكلمات هو يقصدها، وفي نفس الوقت هي يعني ما يقوله الرئيس فهو في شبه قرار أو شبه كلمة مسؤولة، يعني ما يقدرش يحيد عنها. فلابد أن أنا ألتزم بمفحوى الكلمة أو معناها، إذا كنت هتصرف في اللفظ نفسه لابد أن أتي بلفظ يحمل نفس المعنى، يعني واعون لذلك، نعي ذلك يعني مثلا، أو يعني في كلمة أساسا بتبقى مقصودة كمان إنها تتقال بنص كلماتها. أولا لأنه طبعا تعبير السيد الرئيس كل، وحتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبيراته قريبة من الناس. يعني دايما هو برضو يحب حتى لما يرتجل بيتكلم بطريقة حميمية وقريبة جدا من الناس، فبتصل ليهم بطريقة سريعة. فالالتزام بالنص لابد في الأحاديث الهامة الرئاسية. هل الرئيس السيسي خصوصيات في نقول كده كلمات صحفية معينة في جمل صحفية وضحت في الحوار ده؟ لا، الرئيس كان الشفافية والصراحة يعني كان واضح وكان صريح يعني أبعد الحدود. يعني لم يجمل الأشياء، لم يحاول أن يخفي معلومة، لم يحاول أن يتحدث بما يعني خلاف ما لا يؤمن به. فهو كان واضح ومحدد. علاقتنا يعني حتى في قضية ريجيني يعني قال ما يعني ايوه في تحسن في قضيه ريجيني، وفي بيشكر الحكومه الايطاليه ورئيس الوزراء الايطالي على انه صرح فعلا بان حكومه مصر بريئه من دم ريجيني، وان الشعب الايطالي متفهم لدور التحقيقات والاجهزه التحقيقات من البلدين، اللي انه قال لك ولكن الاعلام هو سبب تعقيد القضيه. يعني برضه الاعلام الايطالي ولا الاعلام المصري؟ الجهتين. يعني الاعلام ساهم في تعقيد القضيه، لانه في طريقه استباق المعلومات، في طريقه التلويح بدون ما تكون تحت ايدي مستندات اتكلم بيها، في طريقه الاستنتاجات الاوليه، في طريقه استنطاق المسؤولين او استدراجهم للكلام. انا اعتقد انه وانت حضرتك اعلامي واعلامي اشهر، الله يبارك يعني الاعلام اذا لم يوثق بكلمه صادقه صحيح، واذا ما كانش الشهوه الصحفيه او اذا كانش لهس وراء النشر او وراء السبق الاذاعي او الصحفي او السبق التلفزيوني ما لم يدعم بحقيقه، بيبقى تاثيره مزيف. بيبقى مزيف، قول عنه ما شئت. بالظبط، بيبقى مزيف يعني. طيب ترتيب برضو المصريين بيحب يعرف الموضوع ده بشكل، ترتيب الأسئلة وترتيبها، هل أنا أبدأ بالشأن الدولي عموما؟ يعني بدأت بتيران وسنارفير، بدأت بالخليج، وبعدين أثيوبيا، وبعدين روسيا، وبعدين أمريكا، وبعدين إيطاليا. ترتيب الصيغة بهذا الأمر كانت يعني نقدر نقول كده مرتبة سلفا، ولا بيتم تنسيقها إزاي؟ لا، وأنا أعتقد أن ما يدور هو اتفاق على محاور للحوار. يعني أنا طبعا لم أشرف طبعا بإجراء حوار مع رئيس السيد الرئيس، ولكن أعتقد أو ما أفهمه أو ما أعلمه هو أن المحاور الأساسية للحوار 1 2 3 4. التفاصيل الدقيقة بقى سؤال قبل سؤال أو سؤال لاحق أو سؤال سابق أو سؤال مبني على سؤال أو سؤال متفرع من سؤال، دي طبيعة الحوار اللي بتحكمها. هل أجاب الرئيس في هذا الجزء على كل ما سئل بالكامل؟
وباستفاضة وشفافية. سبع ساعات احنا قلناها في وقت واحد. سبع ساعات لإجراء هذا. جزئين على فكرة، في جزء تاني بكرة. في جزء تاني بكرة لشان الداخلية المصري. كل حوار ثلاث صفحات، يعني كل حلقة ثلاث صفحات في برنامج قومي. صحيح. هل ملأ، يعني ملأت الإجابات، ملأت الفراغ للأسئلة؟ يعني ما كانش فيه، نقدر نقول كده، إجابة مش كاملة، كل إجاباتك كاملة؟ نستعرضها كده مثلا في تيران وصنافير وغيره. أنا أعتقد أن الإجابات كانت كاملة ودقيقة وشاملة، ده من رؤية متخصص ورؤية إعلامي ورؤية برضو يعني مدير تحرير لصحيفة كانت شرفت بالحوار مع السيد الرئيس. إنما المسألة يعني كل يعني يستطيع أن يقول رأيه في الحديث، احنا ما بنصدرش رأي أي حد، انه رأي في القارئ حتى عادي. يعني ان هذه الاجابات اشفت غليله او لا، اعتقد انها اجابات متكامله وشافيه، لانه لم يبقى حضرتك لم يخفي معلومه، ولم يجمل واقع غير اللي تم، ولم يقفز على حقيقه ما تمتش او انها ما تتعملش او فوق مقدره مصر. لا، مصر عملت كذا بالادله وبالبراهين وبالثوابت. صحيح. الجزء اللي كان البارز موضوع تيران وصنافير، وده كان اول حاجه، بس قبلها كان في كلام وحديث عن المبادئ الأساسية اللي بتحكم السياسة. هو حضرتك لو قسمنا الحوار أو أنا يعني توصيفي أو يعني ليه أو تحليلي ليه، الحوار قام على أكثر من محور. أولا زي ما قلنا، المحور الأول التوقيت وأهميته. نمرة اتنين، ثوابت السياسة المصرية الخارجية بشكل عام. تلاتة، علاقة مصر بقضايا المنطقة المحيطة بها. أربعة، علاقة مصر العربية. خمسة، علاقة مصر العالمية. ستة، علاقة مصر الأفريقية. يعني لو شئنا نقول في الست محاور دول، في كل محور كان هناك أكثر من سؤال وسؤال مبني على سؤال، ولكن كان في كل محور إجابات واضحة وشافية وحاسمة. فلما بيتكلم على ثوابت مصر، طيب مصر النهاردة أصبح ليها في المحافل الدولية، ودعنا أن نعترف أو زيما بأن إحنا كنا في فترة من الفترات القنوات بيننا وبين كثير من الدول مسدودة. صحيح. الصورة المصرية لم تكن واضحة بالشكل التي يجب أن تكون عليه. كان هناك تشويش، إما أن يكون متعمد أو إما أن يكون عن عدم دراية. صحيح. بالدور المصري وما وصلنا إليه في الداخل من مراحل استقرار ومن مراحل إنجاز ومن مراحل تحقيق حتى على المستوى السياسي والمستوى المحلي. الآلة الدعائية أو الإعلامية بشقيها هنا، سواء كان إعلام مسموع أو مرئي أو مكتوب، ما كانش على مستوى الإنجاز اللي بيتم، وما كانش على مستوى أنه يوضح الصورة بشكل أوضح. فكل دي كانت عوامل مشوشة الصورة. كان لازم خلال السنتين دول لو بصينا في معظم العلاقات الدولية التي تربط مصر بينها وبين دول العالم، الصورة بدأت تتصحح، المفاهيم بدأت تتراجع، اللي هو مفهوم الشراكة مع الدول وليس مفهوم التبعية، مفهوم الثورة نفسها، مفهوم 30 يونيو، مفهوم الاستقرار في البلد. بعد 3 سنين بدأت المفاهيم توضح بشكل قاطع. في هذه الأثناء كان القيادة السياسية أو الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هناك ثوابت لم يحيد عنها في علاقات معظم الدول. أول حاجة زي ما قلت حضرتك، شراكة لا تبعية. إحنا ما بنتبعش حد، القرار المصري قرار مستقل ولا أحد يملي علينا إرادته. وده حصل، يعني ده الصدق فيه حضرتك، أنه أقسم في الحوار والله العظيم حتى في قرار 30 يونيو اللي هو حضرتك اتاخد، لم يتم بالترتيب أو المشاورة أو التنسيق مع أي جهة في الداخل أو الخارج. اقسم في الحوار، بس اقسم ده كان والله موجود. انا كان موجود في موجود والله موجود في الصفحه موجود. قسم الرئيس اقسم انه احنا ما حد شاورنا حد، دي اراده شعب نفذها جيشه. طب يعني مطلوب بقى يعني إيه اكتر من كده؟ ايه يعني؟ انا بقول ان انا مش تابع لحد، وبقول ان القرار المصري مستقل. حتى في قرارنا لما اردنا تغيير الفترة دي والشعب استعد يعني استدعى جيشه عشان يغير أوضاعه ويخلص من حكم فئة الإخوان، احنا ما استشرناش حد، احنا لبينا الأراضي الشعبية وما رتبناش مع حد. يبقى واحد الشراكة، استقلالية القرار والشراكة لا التبعية. اتنين، التوازن، علاقة متوازنة ومفتوحة مع معظم الأطراف. علاقتنا بالروس
هي علاقتنا بالامريكان، هي علاقتنا بالاتحاد الاوروبي. يحكمها ايه؟ يحكمها احترام متبادل، يحكمها مصلحه مشتركه، يحكمها ثوابت استراتيجيه في العلاقات وعدم تدخل في الشان الداخلي للسياده المصريه. وضحت روسيا في علاقتنا بيها حتى بعد الطياره، بعد الطياره الروسيه، حتى بعد الطياره الروسيه وكل من فعل في هذا الحقل وحاول ان يشوش العلاقات وحاول ان تضرب السياحه، النهارده بيبشر السيد الرئيس بان السياحه الروسيه قادمه ان شاء الله. هو استعمل مصطلح انا متفائل جدا بقرب عوده السياحه الروسيه ويتوقع عودتها في اقرب وقت. اذا هناك خطوات برضو هي بقى دي اللي هي المؤامره اللي بيقال عنها ان يعني في اتفاقيات في يعني لا يجب ان هو بس احنا بنتفق على ان ما انه فعلا في تقارب روسي مصري في هذا المجال. وفي اكثر من وفد سافر وفي اكثر من رجال جات لتامين المطارات سواء في شركات المطارات الروسيه او الامريكيه وجم وشافوا التامينات المطلوبه. وفعلا في يعني بشاير السياحه الايطاليه البريطانيه كمان، السياحه البريطانيه والسياحه الروسيه. صحيح. يبقى عندنا توازن وعلاقه منفتحه على الجميع، عندنا علاقه استراتيجيه ثابته في روسيا. موضوع بس الضبعه كان في معلومه، ايوه الضبعه في شويه توقيع طبعا نهايه العام. دي اخبار يعني. الحوار ايضا يعني تضمن اخبار جديده، تضمن اخبار جديده. توقيع اتفاقيه الضبعه، محطه الضبعه قبل نهايه العام الحالي. بصرف يعني باستثناء بعض النقاط اللي بيتم حوالين ليها اتفاق حاليا، قد تكون نقاط فنيه، قد تكون نقاط ماليه، يعني مسائل يعني للفنيين، انما الخلاصه احنا هنوقع الاتفاق قبل نهايه العام الحالي. نمره 2 قرب عوده السياحه البريطانيه والسياحه الروسيه. 3 النهارده لما بوتين بيخبر الرئيس بانه على استعداد ان تستقبل موسكو ابو مازن وتستقبل نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل لاجراء حوار مشترك او حوار حي بالمواجهه لحل القضيه الفلسطينيه، هذا ملف ايضا مصر يحسب ليها تنسيقه وترتيبه والاستعداد ليه. ده ايضا خبر ان النهارده اخبر الرئيس ان الرئيس بوتين لاول مره الصوره تتغير وبيكون مصر يعني نقدر نقول ترس في التحويل ده كله لازم من امريكا لروسيا. لروسيا وكان زمان احنا كنا استاذ ايمن كنا بنطلع زمان اخبار يتقال فيها انه مبعوث امريكاني او مبعوث روسي جاء للرئيس عشان يطلعوا بنتائج المباحثات. لا بالظبط، لا معلش، احنا بنقول دلوقتي ان احنا شريك فاعل وان احنا دلوقتي بنرتب وبنمهد بمباركه مصريه وبتنسيق مصري وبنقول اخبار بنفاجئ بيها. والنهارده ردود الافعال العالميه كلها بتاكد هذا الكلام على النقطه دي، على النقطه يعني فكره النهارده ردود الافعال كانت قويه جدا على حته طبعاً. روسيا استضافه طبعا فلسطين واسرائيل بحل النزاع بمبادره او بمشاركه مصريه، بمشاركه مصريه، نقول بتنسيق مصري بدور مصري. وده برضو شوف يعني التأدب في السياسه برضو طبعًا. ان احنا ما بننسبش كل حاجه لينا، لا او احنا ورا كل ده واحنا اللي عملنا وجبنا الاطراف، لا ده احنا بنقول النهارده انه الرئيس الروسي بيبلغني بانه في اتفاق كذا 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 هيتم فين في موسكو. ده مثلا ده تقدر تقول ده موقف مصري من القضيه الفلسطينيه. ما بقاش بقى كلام وبقاش شعارات وبقاش استضافات في فنادق، بقى واقع على الارض. قبل كده لما راح وزير خارجيه المصري تل أبيب ونسق لهذه الاوضاع، يعني اذا دور مصر واضح. نتفق تاني في ان النهارده مثلا مصر في علاقتها بالازمه السوريه. يعني احنا في من ضمن الكلام الاخبار حكايه الازمه السوريه، بس حكايه اربط سوريا والعراق وليبيا موضوع الارهاب، لكن في كلام على الارهاب وانه ازاي يعني مصر تتعامل مع هذا الملف، خاصه ان نقول ضرر اللي حدث على تنظيم الدوله في العراق وسوريا اثره على ليبيا. ده هو رئيس شخص هذه المساله بتشخيص دقيق جدا. هو بعد يعني ثبات صدق الرؤيه المصريه اللي هي بتحذر من سنتين بانه الارهاب مش صناعه محليه، بانه الارهاب مش صناعه عربيه، بانه الارهاب سيطول مختلف دول العالم، بان النهارده الارهاب كلما نضيق الخناق عليه في سوريا وفي العراق بيهرع الى ليبيا وبيستقر في ليبيا، ومن هنا بقى امننا القومي وليبيا كجوار لينا هو لابد انه يتاخد موقف. عشان كده السيد الرئيس حذر. والنهارده ما ننساش انه مصر عضو غير دائم في الامم المتحده ورئيس لجنه مكافحه الارهاب، فهو النهارده بيؤكد على انه لابد من تضافر الجهود العربيه اللي احنا قلنا لكم قبل كده، وظروف المنطقه اللي بتمر بيها دلوقتي واللي بيحصل في هذه الدول يؤكد صدق الرؤيه المصريه المطروحه من قبل،
متأكد ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نتكاتف عشان نقضي على هذا الارهاب، لانه ما اصبحش بيهدد مصر فقط ولا احنا خايفين منه فقط، بالعكس احنا الحمد لله استطعنا النهارده الحرب اللي بتتم في سوريا في سيناء والتطهير اللي بيتم لبؤر الارهاب في سيناء بيؤكد صلابة الجيش المصري وقدرته. صحيح ان المسألة هتاخد وقت، لكن احنا بنواجه الارهاب مواجهة شرسة، ما فيش مانع انه تحدث بعض الفرقعات او بعض الاغتيالات الفردية او بعض ضرب الاكمنة، لما لا يقارن بحجم الارهاب اللي بيتم تطهيره واللي بيهم القضاء عليه من انفاق وحرب شغالة لمدار 24 ساعة في سيناء. وتحدث ايضا في اطار ملف الارهاب ومكافحته وغيره انه ما فيش قوات برية مصرية. ما هو حضرتك برضو كان يصار في إطار التشكيكات إن إحنا بنودي الجيش بتاعنا هنا وبنودي الجيش بتاعنا هنا وإن إحنا أصبح الجيش بتاعنا عرضة. لا، إحنا ما عندناش قوات برية في أي مكان، إحنا عندنا قوات بحرية بتحمي ممر باب المندب بتحميه عشان السفن العابرة من ممر الوصول للقناة، وعندنا بمنتهى الوضوح وعندنا مجموعة من القوات الجوية بتعمل تدريب مشترك في السعودية. اطار مناورات مناورات عليه. ما عندناش حاجه نخبيها، اللي يقول غير كده خلاص احنا واضحينه، ما عندناش بقى لا جيش من تحت الترابيزه ولا بنتحالف مع دول في جيش بري. ده كلام القائد الاعلى، الحسم رئيس الجمهوريه قطنا بالاتحاد الاوروبي. يحكمها ايه؟ يحكمها احترام متبادل، يحكمها مصلحه مشتركه، يحكمها ثوابت استراتيجيه في العلاقات وعدم تدخل في الشان الداخلي للسياده المصريه. وضحت روسيا في علاقتنا بيها حتى بعد الطيارة، بعد الطيارة الروسية الطيارة الروسية وكل من فعل في هذا الحقل وحاول أن يشوش العلاقات وحاول أن تضرب السياحة، النهاردة بيبشر السيد الرئيس بأن السياحة الروسية قادمة. هو استعمل مصطلح أنا متفائل جدا بقرب عودة السياحة الروسية ويتوقع عودتها في أقرب وقت. إذن هناك خطوات برضو، هي بقى دي اللي هي المؤامرة اللي بيقال عنها أن يعني في اتفاقيات في يعني لا يجب أن هو بس احنا بنتفق على أنه ما انه فعلا في تقارب روسي مصري في هذا المجال، وفي اكثر من وفد سافر وفي اكثر من رجال جات لتامين المطارات سواء في شركات المطارات الروسيه او الامريكيه وجم وشافوا التامينات المطلوبه وفعلا في يعني بشاير. السياحه الايطاليه البريطانيه كمان، السياحه البريطانيه والسياحه الروسيه. صحيح. يبقى عندنا توازن وعلاقه منفتحه على الجميع، عندنا علاقه استراتيجيه ثابته في روسيا. موضوع بس الضبعه كان في معلومه، ايوه الضبعه في شويه توقيع طبعا نهايه العام. دي اخبار يعني. الحوار ايضا يعني تضمن اخبار جديده، تضمن اخبار جديده. توقيع اتفاقيه الضبعه، محطه الضبعه قبل نهايه العام الحالي بصرف يعني باستثناء بعض النقاط اللي بيتم حوالين ليها اتفاق حاليا، قد تكون نقاط فنيه قد تكون نقاط ماليه، يعني مسائل يعني للفنيين، انما الخلاصه احنا نوقع الاتفاق قبل نهايه العام الحالي. نمره 2 قرب عوده السياحه البريطانيه والسياحه الروسيه. 3 النهارده لما بوتين بيخبر الرئيس بانه على استعداد ان تستقبل موسكو ابو مازن وتستقبل نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل لاجراء حوار مشترك او حوار حي بالمواجهه لحل القضيه الفلسطينيه، هذا ملف ايضا مصر يحسب ليها تنسيقه وترتيبه والاستعداد ليه. ده ايضا خبر ان النهارده اخبر الرئيس ان الرئيس بوتين لاول مره الصوره بتتغير وبيكون مصر يعني نقدر نقول ترس في التحويل ده كله لازم من امريكا لروسيا. وكان زمان احنا كنا استاذ ايمن كنا بنطلع زمان اخبار يتقال فيها انه مبعوث امريكاني او مبعوث روسي جاء للرئيس عشان يطلعوا بنتيجه نتائج المباحثات. لا بالظبط، لا معلش، احنا بنقول دلوقتي ان احنا شريك فاعل وان احنا دلوقتي بنرتب وبنمهد بمباركه مصريه وبتنسيق مصري وبنقول اخبار بنفاجئ بيها. والنهارده ردود الافعال العالميه كلها بتاكد هذا الكلام على النقطه دي، على النقطه يعني فكره النهارده ردود الافعال كانت قويه جدا على حته طبعاً. روسيا استضافه طبعاً. فلسطين واسرائيل بحل النزاع بمبادره او بمشاركه مصريه، بمشاركه مصريه نقول مصرية. بتنسيق مصري بدور مصري وده برضو شوف يعني التأدب في السياسه برضو ان احنا ما بننسبش كل حاجه لينا، لا او احنا ورا كل ده واحنا اللي عملنا وجبنا الاطراف، لا ده احنا بنقول النهارده انه الرئيس الروسي بيبلغني بانه في اتفاق كذا 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 هيتم فين في موسكو. ده مثلا ده تقدر تقول ده موقف مصري من القضيه الفلسطينيه. ما بقاش بقى كلام وبقاش شعارات وبقاش استضافات في فنادق، بقى واقع على الارض. قبل كده لما راح وزير خارجيه المصري
تل أبيب. تل أبيب ونسق لهذه الأوضاع. يعني إذا دور مصر واضح. نتفق تاني في إن النهاردة مثلا مصر في علاقتها بالأزمة السورية. يعني كان في من ضمن الكلام الأخبار حكاية الأزمة السورية، بس حكاية أربطهم أربط سوريا والعراق وليبيا موضوع الإرهاب. لكن في كلام على الإرهاب وإنه إزاي يعني مصر تتعامل مع هذا الملف، خاصة إن نقول ضرر اللي حدث على تنظيم الدولة في العراق وسوريا أثروا على ليبيا. ده هو رئيس شخص هذه المسألة بتشخيص دقيق جدا. هو بعد يعني إثبات صدق الرؤية المصرية اللي هي بتحذر من سنتين بأنه الإرهاب مش صناعة محلية، بأنه الإرهاب مش صناعة عربية، بأنه الإرهاب سيطول مختلف دول العالم، بأن النهاردة الإرهاب كلما نضيق الخناق عليه في سوريا وفي العراق بيهرع إلى ليبيا وبيستقر في ليبيا. ومن هنا بقى أمننا القومي وليبيا كجوار لينا هو لابد أنه يتاخد موقف. عشان كده السيد الرئيس حذر. والنهاردة ما ننساش أنه مصر عضو غير دائم في الأمم المتحدة ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب، فهو النهاردة بيؤكد على أنه لابد من تضافر الجهود العربية اللي احنا قلنا لكم قبل كده، وظروف المنطقة اللي بتمر بيها دلوقتي واللي بيحصل في هذه الدول يؤكد صدق الرؤية المصرية المطروحة من قبل، ويؤكد ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نتكاتف عشان نقضي على هذا الارهاب، لانه ما اصبحش بيهدد مصر فقط ولا احنا خايفين منه فقط، بالعكس احنا الحمد لله استطعنا النهارده الحرب اللي بتتم في سوريا في سيناء والتطهير اللي بيتم لبؤر الارهاب في سيناء ويؤكد صلابه الجيش المصري وقدرته. صحيح ان المساله هتاخد وقت، لكن احنا بنواجه الارهاب مواجهه شرسه، ما فيش مانع انه تحدث بعض الفرقعات او بعض الاغتيالات الفردية او بعض ضرب الاكمنة، لما لا يقارن بحجم الارهاب اللي بيتم تطهيره واللي بيهم القضاء عليه من انفاق وحرب شغالة للمدار 24 ساعة في سيناء. وتحدث ايضا في اطار ملف الارهاب ومكافحته وغيره انه ما فيش قوات برية مصرية. ما هو حضرتك برضو كان يصار في إطار التشكيكات إن احنا بنودي الجيش بتاعنا هنا وبنودي الجيش بتاعنا هنا وإن احنا أصبح الجيش بتاعنا عرضة. لا، احنا ما عندناش قوات برية في أي مكان، احنا عندنا قوات بحرية بتحمي ممر باب المندب بتحميه عشان السفن العابرة من الممر لوصولها للقناة، وعندنا بمنتهى الوضوح وعندنا مجموعة من القوات الجوية بتعمل تدريب مشترك في السعودية. اطار مناورات يعني ما عندناش حاجه نخبيها. اللي يقول غير كده خلاص احنا واضحين اهو، ما عندناش بقى لا جيش من تحت الترابيزه ولا بنتحالف مع دول في جيش بري. ده كلام القائد الاعلى، يعني الحسم رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه عشان كده بقول لحضرتك انت بتقول لي يعني انه هو في كلام قاطع. ايوه في كلام قاطع وكلام حاسم وما عندوش حاجه، ولو كان عنده جيش هيوديه. يعني قصدي انه قادر على انه يشرح مبرراته. الحديث الدولي الرئيس كلام قاطع وحاسم. بالتأكيد كان كلاما قاطعا وحاسما، كان كلاما قاطعا وحاسما وواضحا حتى في العلاقات مع امريكا. بقول النهارده علاقتنا اتغيرت. انا شفت طبعا قريت جزء، يعني حتى فيما جزء من ضمن الاسئله على المستوى الشخصي يعني بتعلم منها. يعني الاسئله دي سؤال كان عن تواصل رئيس مع مرشح الرئاسه الامريكيه. حضرتك بيقول لك احنا ترامب وكلينتون يعني امريكا، احنا بنقول النهارده علاقات مصر بامريكا فتره، امريكا زي في التشكيك وفي الاعلام وفي كل اللي بيتقال. لا، احنا علاقتنا بمصر علاقه بتقوم على النديه. زي ما احنا محتاجينها هي محتاجانا، وزي ما احنا بنتعامل معاها من منطق النديه ومن منطق السلف والاحترام هي بتتعامل معانا من هذا المنطلق. والدليل على كده ايه؟ الدليل على كده انه حتى النهارده واحنا داخلين على انتخابات امريكيه في نوفمبر انه بيتم صنع القرار المصري وهناك قنوات مفتوحه مع المرشحين ومع جامعات الضغط الامريكيه ومع يعني عايز اقول لحضرتك ان مصر مش هقول لك شريك في الانتخابات الامريكيه بدور اساسي، ولكن هي قاعده مراقب وفي تواصل بيتم. يعني حتى الرئيس القادم للولايات المتحده الامريكيه لابد ان يكون امامه الملف المصري واضح، ما نبداش من الصفر. فده برضو يعني تحسب. هل اجاب الرئيس بوضوح نسبه التقارب ما بين مرشح رئاسه ولا هي بالتساوي؟
هو طبعا وفقا للاستطلاعات ما هو ده السؤال ده ما اتطرحش، ما اعرفش طبعا، ما اقدرش انا بس انا بحاول، ما انا بقول ايه، يمكن يكون في كواليس كده ما اتكتبتش. انا ما حضرتش، بس اوعدك لو كنت حضرت انا كنت سالت. لكن هم رؤساء التحرير اللي حاضرين سواء للاهرام او الجمهوريه يعني كانوا فعلا معنيين بالقضايا الاساسيه في الداخل وفي الخارج. طيب عايز برضو نقطه موضوع واتكلمت فيها بشكل كويس جدا برضو في اقليمين، وده مهم قوي عشان المصريين يعرفوا النقطه دي، موضوع ترسيم الحدود البحريه كان مع السعوديه وكان مع قبرص وكان اليونان وترسيم ده، وطبعا حقل ظهر اللي ظهر المفترض انتاجه يبقى في 2018 و فايده، كان في سؤال مباشر قوي، فايده ده على المصريين ايه ترسيم الحدود البحريه؟ استاذ ايمن انا عايز اوضح بس، هي حته تعيين الحدود وليس ترسيم الحدود، لان تمام. تعيين الحدود، ترسيم الحدود يتم على الاراضي في الارض البريه. تمام. وضع علامات، يعني ترسيم الحدود في طابه لانه في علامه 91 كانت طابه بيننا وبين اسرائيل. انما تعيين الحدود في المجال بتستخدم في المجال البحري بخطوط الطول والعرض. فتعيين الحدود البحريه دي مساله مهمه جدا، لانه احنا استخدمناها زي ما قلت حضرتك مع قبرص، وكانت اعطتنا الحق بقى ايه، حق البحث والتنقيب عن الثروات المعدنيه وعن الغازات في المياه الاقتصاديه. ما في مياه اقليميه للدوله على يعني على بعد مسافه محدده من شواطئها، وبعد ان تنتهي حدود المياه الاقليميه تبدا المياه الاقتصاديه التي يتم فيها التعدين او البحث او التنقيب عن الثروات المعدنيه. فكان لازم ده يتم زي ما تم مع قبرص، واكتشفنا حقل ظهر اللي هو اخطر حقل في الغاز الطبيعي اللي احنا منتظرين ان شاء الله يكون فتح غير عادي. نيجي بقى بالنسبه للسعوديه، طبعا مهم جدا ان يتم تعيين هذه الحدود، خاصه من يقام ما يثار حول تيران وصنافير، برضو الاعلام شارك فيه بشكل انا في رايي الشخصي شارك فيه بشكل برضو مش منضبط، ودلق البعض بدلو في هذه القضية على غير علم وعلى غير فهم وعلى غير تقديم وثيقة أو تقديم مستند. بس منظومة الفتي كانت شغالة بالظبط، وإحنا كمصريين عندنا عيب بصراحة، ما تلاقيش حد يقولك أنا معرفش، انا ما اعرفش، دي من قمه الاعتراف بالشجاعه. لا ما فيش حد بيقول طب عنوان ايه، طب الدواء ايه، اي حاجه كره ايه، اي حاجه. ما تلاقيش مصري يقول لك انا ما اعرفش، راجع الفهلاوي، كله لازم يقول لك اه لا ده طب يعني كله لازم يفتي. فهلاوه المصريين وفبركتهم وخفه دمهم برضو، بس في قضايا زي دي ما يجبش، ما لا تحتمل رفه الفهلاوي، ما فيهاش تهريج، لان انا بتكلم بخرائط وبتكلم بوثائق وبتكلم باسانيد وبتكلم بمعاهدات وبتكلم باتفاقيات وبتكلم ببرلمان لسه. طيب احنا النهارده بيقول المساله كان واضح فيها نحترم مؤسسات الدوله من قضاء وبرلمان. انا قلت قضاء والبرلمان له يدرس هذه القضيه كما يشاء وله رايه الخاص به. في اكتر من كده وضوح؟ يعني في هناك دوله احتراما لقرار دولته، في برلمان وفي قضاء هو المسؤول عن هذه القضيه في النهايه. وفي النهاية برضو السعودية متفهمة، وقال أيضا وأتفهم السعودية متفهمين دور القضاء المصري ودور المؤسسات الدولية في مصر لطرح هذه القضية أو للفصل فيها. فإذا الكلام هنا واضح ولا داعي لأن احنا نستبق الحديث فيه. تمام. وبعدين مهم ليه زي بتقول حضرتك للناس، لأنه أنا القصة طبعا أنا ما فيش شك لازم يكون واضح عند المواطن المصري ده حاجة كده يعني بلهتة. بس في المقابل أنا ليه بشوف حاجات، يعني أنا قعدت الحدود، قعدت يعني معالم الحدود مع قبرص واليونان، أكشفت مع السعودية أنا في هيتيح لي عمليات التنقيب والاستفادة من الموارد. طبعا هيرجع بفايدة كبيرة جدا على المواطن. لا أنا بتكلم على المواطن المصري، يكون لازم أن يكون عنده قناعة في حتة مهمة جدا، خاصة في الوفاء أو في الثقة في جيشه. يعني القضية دي يعني أكتر ناس تعرف أهمية الرأس أيمن المقاتل، صح، العسكري اللي احتك وتربى في الصحراء دي، ما كانش بيشوف لونها وكان بيدفع حياته تمن ليها، وما كانش بينزل بالأشهر عايش نايم قائم على هذه الأرض، فبيبقى في بين وبين التراب ده يعني منظومة كبيرة جدا من الارتباط والثقة. ف يعني مجرد ان احنا نشك او مجرد ان احنا نقول هل يستطيع او يعني هل يمكن للجيش ان يفرط في ارضه، المساله دي ما تكونش موجوده ابدا. يعني انا دي ده رايي الشخصي في القصه دي، يجب ان احنا يعني دي تبقى مستبعده تماما،
انما في بقى اتفاقيات وفي خرائط وفي اتفاقيات دوليه وفي له وفي عليه ومن حق مين وانتقلت ازاي والحمايه ومش الحمايه، كل ما اثير حول هذا الملف وكل ما قرات هذا الملف، وانا بقول لك كمتابع ومتابع متخصص لا استطيع ان اجزم حتى هذه اللحظه، سواء ان انا ثقتي في جيشي وفي بلدي وفي قائدي وفي رئيسي وفي مؤسساتي بالظبط هي ممثله في القضاء. نفس الامر ينطبق على سد النهضه والتشكيك في الدور مثلا المصري يعني او رد الفعل المصري. طيب احنا كنا في سد النهضه يعني الرئيس قال في الحوار هناك تفهم تقدير دولي للدور العقلاني، وصف دور مصر في تعاملها مع سد النهضه بالعقلاني. انا اعتقد انه طبعا ده التعبير الدقيق، لانه انا بقى التعبير الشعبي او التعبير الشخصي او رايي الشخصي النهارده مساله سد النهضه ده بيحكمه اعلان مبادئ تم التوقيع عليه، ومين اللي عمله؟ عمل الرئيس مع رئيس السودان بشير وزيناوي، واتعمل هذا الاعلان كان حاكم لاي مفاوضات تاتي حول ملء خزان السد، لازم نرجع فيه لاعلان المبادئ، حول عدم الاضرار بالمصالح نرجع فيه لإعلان المبادئ. إطار التفاوض بقى من فنيين وغير فنيين ومكاتب استشارية ومين المكتب كذا ومين يشتغل وطريقة البنى في السد تمت بنسبة كام وعملية التخزين هتتم إمتى، لأنه إعلان مبادئ الشركاء يفرض على الدول الثلاثة أن تكون شركاء في مسألة ملء السد، يعني تحديد الكميات اللي مملأة السد وعدم تأثر الأراضي الواقعة في دول المصب سواء السودان أو مصر بنقص المياه من خلال سد النهضة. إنما أنا بقول هنا اللغة العقلانية اللي تتفق أن المصالح هنا لابد أن تراعى. ده مشروع بيمر في ثلاث دول أو دولتين المصب بيخصوا أثيوبيا والسودان ومصر. يعني من غير المقبول برضو أستاذ أيمن أن إحنا النهاردة أن تكون مصالحك أنت على حسابي أنا. صح. دي مصالح دول. أنا مش ضد حضرتك أن تستفيد أثيوبيا بمياه النيل ولكن بدون ضرر ليا، ومش ضد انها أثيوبيا تولد كهرباء من مياه النيل ولكن هذه الكهرباء لا تؤثر عليا، هتمر من عندي، لازم اكون انا اخد، لازم اكون انا شريك فيها. اخبر حضرتك، وهنا بقى اللي هو التفاهم العقلاني اللي بقصده السيد الرئيس. يعني عايزين نتفهم انها المصلحه العليا او المصلحه المشتركه هي تبقى اساس الحوار دون ضرر او ضرار، انها في النهايه احنا مش هنسمح والرئيس مش هيسمح وقالها انه حد يضرنا اطلاقا. سد النهضه في مفاوضات هتتم، والرئيس السوداني جاي مصر في الفتره اللي جايه في اكتوبر القادم، واعتقد برضه من الاخبار اللي بيحملها الحوار برضه في خصوص تنسيق المواقف حوالين سد النهضه. من ضمن طيب قبل ما نخش بس على الانسان المصري، كان فيها حته الدول اللي زارها الخليج، دول الخليج لما تحدث عن دول الخليج وقال ان اختزال دول الخليج ان هم ناس يا جماعه كل ما نزلق يدونا فلوس، لا ما هو ده في اطار الامر ده غير صحيح، ده في اطار الشائع او في اطار الناس اللي عايزه تصدره ان احنا بالنسبه لنا دول الخليج محفظه نقديه او بنك يورد او احنا علاقتنا بيهم مجرد منح وقروض. لا العلاقه مش كده، زي ما محتاجين ان دول الخليج دي بتقوم برضو على الاحترام. الامارات النهارده مهما حصل علاقتها بمصر مستقره، السعوديه مهما حدث علاقتها بمصر مستقره، العلاقه اللي بين مصر والسعوديه تعود الى جذور تاريخيه عميقه وفي نفس الوقت تعود لمصالح مشتركه، انت بينك وبينهم تبادل تجاري، بينهم وبينك بعثات تعليميه، بينك وبينهم مصالح اقتصاديه، بينك وبينهم شركات، بينك وبينهم استثمارات، مش قصه النهارده. ايوه مطلوب انها تدي هذه القروض في وقت زنقه او في وقت انا محتاجه فيه كدوله شقيقه تقف جنب دوله عربيه. صحيح. وده تصرف محمود وبنكني له كل تقدير واحترام، انما مش علاقتي انا بيك علاقه الاب بابنه ان هو اديني فلوس وخلاص. خلاص. لا انا مش كده. الناس يعني بتدين لمصر بكل تقدير وولاء وباحترام وتقدر الدور المصري بشكل واضح، واعتقد السعوديه انا قعدت ادور على يعني لما قلت الخليج وقعدت ادور على قطر ما لقيتش. اسالهم بقى. قعدت ادور على قطر ما لقيتش، ما دول الخليج. طب ما تسال على تركيا، ما هي قطر نفسها. وبرضه لما الكلام كان على السؤال على تركيا، لا شوف الحضاره اللي اتكلم بيها الرئيس مصر على يعني على تركيا، انا بتكلم او بعامل تركيا بحجم الدور المصري وبحضاره مصر وبثقافه مصر، وما فيش عداء بين الشعب التركي والشعب المصري. يعني احنا ما عندناش عداء مع الاخر، ده هم بيقولوا ده
لكن احنا ما عندناش. يعني ده اعتقد انه يتكلم من منطق الواثق، من منطق القادر، من منطق المتحضر، لان هي دي مصر. اللي يتكلم باسمها يتكلم بدور مصر الكبيره. ابو عمون، تركيا اصلا دلوقتي عماله بتخطب ود مصر. ايوه في الوقت دي تصريحات رئيس وزراء، ما انا بقول لحضرتك في الوقت رئيس الوزراء التركي في الوقت اللي هم يعني مره يقدموا رجل، بس برضه يعني يقدموا رجل واخروا الاخرى. برضه القياده المصريه واعيه وفاهمه ان هذه السياسات مهما يحصل اهلا وسهلا احنا فاتحين بقى. اذا كان هناك نيه حقيقيه للتعامل بشكل حقيقي مع مصر ومصالحه حقيقيه، احنا برضه ما عندناش مانع. من ضمن الاخبار اجتماع ال20، حضور مصر بالنسبه للصين. الصين انها ده كخبر، الصين برضه دعوه مصر لقمه ال20، قمه ال20 بيسموها قمه الاغنيه، قمه الاغنيه. ده تقدير مصري واضح من جانب الصين، وفي نفس الوقت بيفرض على ان مصر تكون موجوده على الخريطه الدوليه وبتحط اجندتها في التعامل مع قضايا المناخ وبتتعامل مع قضايا البيئه وجذب معدلات التنميه للدول الناميه ونقل التكنولوجيا من الدول المتحضره والدول الكبيره دي للدول اللي زي حالتنا. فده تاكيد. ومصر النهارده تختار ليه الدول ال20 عشان تتكلم باسم المنطقه وتتكلم باسم افريقيا. دي هي مصر. يا مصر اللي البعض مش فاهمها او صح. مش مقدرها او ما بيشتغلش يعني عشان صالحها. لا، مصر عايزه منا جميعا بحقيقي بجد. يعني الرئيس، احنا بنقول يعني دايما ان سرعه اداء الرئيس وانجازه اعلى كثيرا من اداء الاجهزه حواليه. نتمنى ان الاجهزه عندي سؤال الوقت بيخلص. طيب انا عندي اسئله كتيره جدا يا فندم، بس طيب هسال اخر سؤال اللي كنت محضره، يعني وهو انه ايه اللي في بكره هيكون في اخبار للمواطن في الجزء الثاني من الحوار للمواطن المصري قبل ما يقراه بكره؟ اولا حضرتك في قاعده بتقول النهارده يعني الحفاظ على سريه النشر، واخد بال حضرتك؟ وفي قاعده النهارده مش شحر انا الحوار، لكن اللي انا عايز اقوله انه فيه مفاجآت. حوار الغد الجزء الثاني من حوار الرئيس، الجزء الثاني من حوار الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف القوميه الاهرام والاخبار والجمهوريه يحمل مفاجآت مثيره ويحمل حقائق واقعيه ويكلف الشعب المصري. والرئيس قالها قبل كده ان احنا في مساله صعبه علينا كلنا ان نتكاتف، فعشان يعفيني ننتظر حوار الغد اللي محمله من مفاجآت عشان نوزع بس. وغدا لنظري قريب. انا بشكرك جزيلا مدير تحليل الاهرام الاستاذنا طبعا عبد العظيم الباسل، نورتنا وشكرا جزيلا على حضورك. متشكرين يا ايمن، متشكرين الساده المشاهدين. الله يخليك. طبعا النهارده كان في احداث النهار طبعا الجزء الكبير للحوار كان عن حوار الرئيس، والجزء بس بعود أؤكد بكرة الجزء الثاني سينشر في الغد لحوار الرئيس اللي كان 7 ساعات. النهاردة نشر الجزء الخاص بالدولي والإقليمي، بكرة الجزء الداخلي المصري وقضايا المصريين الداخلية. ويمكن مرينا على البرلمان والقضايا اللي كانت شغلها سواء من الصحة أو من اللجنة الاقتصادية أو لجنة الزراعة، وكمان طبعا موضوعات خاصة بالدواء. وكنا نتمنى طبعا طول الوقت، ولكن جزء كبير مؤتمر الصحفي لوزير الشباب على طبعا بعد عودة البعثة من مشاركة ريو دي جانيرو والحصاد اللي حصلته مصر هناك. كنت معكم أيمن إبراهيم، إلى اللقاء.